بهدف توعية الشباب وتحفيزهم على المشاركة في العملية الانتخابية، نظمت الهيئة المستقلة للانتخابات جلسة حوارية في محافظة الطفيلة بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن. ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الهيئة للاستعداد الدائم للانتخابات بمختلف أشكالها والتأكيد على أهمية تفعيل دور الشباب في العملية الانتخابية بمراحلها كافة، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل من المتطوعين تعمل على مساندة الهيئة في إدارة حملات التوعية والتثقيف وصولا إلى المشاركة في عملية إرشاد الناخبين وطبيعة عمل المتطوعين. الطفيلة هي جزء من حملة الهيئة المستقلة للانتخاب على كافة محافظات المملكة، الهدف منها اللي هي التوعية والتحضير بشكل مستمر للانتخابات. لقاء اليوم اقتصر على موضوع المتطوعين في الانتخابات، ولذلك نحن هون في مقر شباب هيئة كلنا الأردن، لقاء مع مجموعة من الصبايا والشباب اللي مستهدفينهم كمتطوعين. كما تعلم الانتخابات عندنا احنا جزء أساسي منها المتطوعين اللي هم لهم الدور الأول عند مراكز الاقتراع. احنا سعيدين بهاي الشراكة المثمرة ما بين هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة الطفيلة والهيئة المستقلة للانتخابات من أجل الحديث عن أهمية مشاركة الشباب العملية السياسية والانتخابية. كثير كان في العديد من الطروحات والأسئلة لدى الشباب اللي تم الإجابة عليها من قبل الإخوة الحضور، مشكورين. وكثير احنا عنا فخورين بمستوى الوعي الموجود للشباب. كمان الهيئة المستقلة مدركة أهمية دور الشباب في العملية الانتخابية وإنجاحها على كافة الأصعدة.